الله الله والحمد لله الله يا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم وصلنا الى قوله على الله مقامه نعم لو دل دليل على قدح زيادته عمدا كان مقتضى القاعده البطلان الى اخره. الكلام المتقدم كان التفصيل في الزياده للجزء والنقيصه اذا كانت الزياده عمديه بحيث طبعا فيما لا نعلم انه يضر. فالاصل عدم بطلان العباده اما النقيصه فالاصل البطلان طبعا لانه هذا نقص في العباده المطلوبه وهذه العباده الناقصه هل هي مسقطه للواجب مؤديه للغرض مبرئه للذمه لا ندري فلا نبني على براءه الذمه اما مع الزياده نشك ان المولى شرع بطلان العباده بهذه الزياده او لا الاصل عدم تشريع هكذا امر عدم تشريع البطلان هذه العباره لنعم لو دل دليل فيها نوع من التكرار لانه هذا المضمون هو عين ما تقدم وفي بعض النسخ هناك اختلاف بسيط في العباره المهم أنه نعم لو دل دليل هذا مثل ما تقدم هذا ليس شيئا جديدا الكلام في إلا أن يدل دليل على خلافه هنا عندما يقول نعم لو دل دليل على قدح زيادته عمدا كان مقتضى القاعدة المطلقة وأنا عين ما تقدم هذا ليس شيئا جديدا إلا أن يدل دليل على خلافه. فتارة نبحث في الأصل الأول اللي هو البراءة أو الاحتياط وتارة نبحث في الأصل الثانوي وتقدم مكررا أن الأصل الثانوي هو الأدلة اللفظية الخاصة في الموارد. فتارة مقتضى الأصل الأولي البراءة ولكن يأتي تشريع من الله سبحانه وتعالى في هذا المورد بالاحتياط او بالعكس المقتضى للاصل الاولي هو الاحتياط ولكن المولى يقول هنا ابن على البراءة ويسمى الاصل الثانوي وهو طبعا مقدم على الاصل الاولي لانه قاعدة خاصة في هذا المورد فطبيعي يقدم القاعدة الخاصة في الموارد مقدمة على العمومات على القواعد العامة هذا امر طبيعي مثل ما رئيس العمل يقول انه كل الجدران التي تطل على الخارج تطلى باللون الابيض ثم يأتي الى جدار واحد بعينه مطل على الخارج يقول هذا يطلى باللون الازرق بعد لا نقول له أنت قلت هناك أنه يطلب اللون الأبيض بسبب العمومات. تلك قاعدة عامة وهذا مورد خاص أنا عندي غرض بالمورد الخاص والمكلف يسمع ويطيع لمن يحق له أن يأمره. فإذا ثبت في المورد الخاص خصوصية أصل خاص في هذا المورد طبعا نلتزم به ويذكر مثالين هنا طبعا بحثنا ليس في خصوص الصلاه بالنتيجه المصنف اعلى الله مقامه احيانا يشير هنا يشير وسياتي في الصفحه اللاحقه ايضا اشاره الى بعض خصوصيات بعض الموارد اللي بحث الصلاه وتقدم اكثر من مره انه عندما نمثل بالصلاه هذا مجرد مثال والا الصلاه لها خصوصيتها ولها حكمها اللي هو ورد فيه ادله خاصه، فقط من باب المثال نذكر الصلاة قال رحمه الله: الا ان يدل دليل على خلاف هذا الاصل اللي هو القاعده، اللي هو البراءه او الاحتياط اللي هو التفصيل بالنسبه لل لزياده الجزء. ما هو هذا الدليل؟ مثل قوله عليه السلام، الامام الصادق الروايه عن الامام الصادق عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمسة إذن هذه الأمور الخمسة الخلل فيها موجب لإعادة الصلاة طيب في غيرها يفترض أنه لا يعيد الصلاة هنا الخلل في غيرها الخلل في هذه الخمسة هذا له خصوصيته فتعاد منه الصلاة غير هذه الخمسة اللي هو الجزء غير هذه الخمسه، ركوع السجود كذا. غيرها هذا عندما يقال الخلل فيه موجب لعدم الاعاده، يعني لا يوجب الاعاده، الخلل في هذه الخمسه موجب للاعاده. الخلل في غيرها من اجزاء الصلاه كلام في الاجزاء لا يوجب الاعاده، هنا الخلل خصوص النقصان او يعم الزياده والنقصان الحاله الطبيعيه الانصراف البدوي الانسباق للذهن الذهن ينسبق الى ان معنى الخلل هو النقصان فكان روح الحديث جو الحديث توجه الحديث انه ما عدا هذه الخمسه إذا نقص فلا يوجب الإعادة هكذا قد يفهم من الحديث ولكن ما عندنا ظهور في هذا الأمر ما عندنا منشأ لاستظهار أن الحديث مختص بالزيادات عفوا مختص بالأجزاء الناقصة التي أنقصت التي فيها خلل ما عندنا هكذا منشأ واضح للاستظهار. وإنما قد يقال أنه انسباق روح الحديث، جو الحديث، هكذا قد يقال. فقد يقال أن الحديث يتحدث عن أنه هذه الأجزاء إذا حصل فيها خلل هذه الأجزاء الخمسة إذا حصل فيها خلل، حصل فيها نقيصة فيجب إعادة الصلاة. غيرها من الأجزاء إذا حصل فيها خلل ونقيصة فلا يجب إعادة الصلاة فيفسر الحديث فقط بجهة نقيصة فتخرج عما نحن فيه إحنا كلامنا في فرض الزيادة حتى نلغي التفصيل يعني في النقيصة نقول أنه تجب الإعادة هنا يثبت الحديث أنه لا تجب الإعادة بينما إذا قلنا لا أن الحديث شامل للزيادة والنقيصة الأجزاء التي هي غير هذه الخمسة الأجزاء التي هي غير هذه الخمسة كل خلل فيها كل مشكلة فيها أفضل من كلمة خلل موجب للعادة سواء كانت المشكلة بنقص هذا الجزء أم بزيادة هذا الجزء فالحديث يعم زياده للاجزاء ما عدا الخمسه والنقيصه فلا يجب الاعاده سواء زدنا جزءا ام انقصنا جزءا اذا فسرنا الحديث بهذا الشكل فيشمل الزياده والنقيصه فكل جزء ما عدا الخمسه كل جزء يزاد او ينقص لا يوجب اعاده الصلاه، لا تعاد الصلاه الا بسبب هذه الخمسه، فتاره نفهم انه الملحوظ هو فقط النقيصه وتاره نفهم انه لا المفهوم هو اعم من الزياده والنقيصه مثل قوله عليه السلام: لا تعاد الصلاه الا من خمسه فما عدا هذه الخمسه من الاجزاء إن زدناه لا تعاد الصلاة. إن أنقصناه لا تعاد الصلاة. بناء على شموله هذا الحديث هذا القول لمطلق الإخلال مطلق المشكلة الشامل للزيادة كما هو شامل للنقيصة. فنفهم من الحديث أن كل زيادة ونقيصة في الأجزاء ما عدا هذه الخمسة فهو لا يوجب إعادة الصلاة. لا يجب الاعاده بينما نحن قلنا انه في النقيصه السهويه يجب الاعاده هذا الحديث يقول لا يجب الاعاده لا في الزياده ولا بالنقيصه وكذلك قوله وقوله عليه السلام في المرسله تسجد سجدتي السهو لكل زياده ونقيصه تدخل عليك أيضا هذه الرواية مروية عن الإمام الصادق عليه السلام طبعا نقلها المصنف بالمضمون هي هكذا تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان النص بهذا الشكل تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان النص هذا المعنى واحد وبالتالي الزيادة لا توجب الإعادة النقيصة لا توجب الإعادة يمكن أن يقال أن هذا هو الأصل الثانوي فتلخص من جميع ما ذكرنا أن الأصل الأولية فيما ثبتت جزئيته كلام بالجزء هو الركنية بمعنى أنه إذا نقص إذا نقص فالأصل آه لإعادة بطلان الصلاة إن فسر الركن بما يبطل الصلاه بنقصه اذا قلنا الركن هو ما تبطل الصلاه بنقصه هذا مجرد مصطلح ستاره نقول انه الركن ما تبطل الصلاه بنقصه او نقول الركن ما تبطل الصلاه بنقصه او زيادته مجرد مصطلح المهم اصل المطلب بالنتيجه هذا اللي ازاد الان في الخارج المكلف يعيد او لا يعيد صلاته هذا المهم اذا ركن او ما سمينا ركن. وان عطف على النقص الزياده عمدا وسهوا لانه ركن بعد ما يفرق بين العمد والسهو. فاذا هكذا فسرنا الركن صار عندنا تفصيل. إذن المطلب فيه تفصيل ساسميه ركن او ما سمي ركن. فالاصل يقتضي التفصيل بين النقص والزياده عمدا و سهوين اللي هو تمام ما تقدم من ابحاث ثم يلفت بعد ذلك الى انه هذا اذا تحدثنا بشكل عام عن العبادات اما الصلاه فلها خصوصيه الصلاه لها خصوصيه وهي انه وجدنا اتفاق العلماء على ان الاحكام للزياده والنقيصه واحده لا فرق بين الزياده وبين النقيصه مقتضى الاصل الاولي في العبادات التفصيل بين الزياده والنقيصه كما تقدم تفصيله ولكن في خصوص الصلاه طبعا عندنا الادله اللفظيه وعندنا الإجماع عندنا اتفاق مدعى طبعا اتفاق أنه لا فرق بين جزء وجزء لا فرق بين زيادة ونقيصة الزيادة والنقيصة يعني الخلل في الصلاة سواء كان بالزيادة أو بالنقيصة حكمه واحد إذن قولنا بالتفصيل مخالف للاجماع اما نقول بانه مطلقا لا يضر او نقول مطلقا يضر اما ان نقول مطلقا تجب الاعاده للزياده والنقيصه او نقول مطلقا لا تجب الاعاده للزياده والنقيصه اما التفصيل القول بالفاصل فهذا مخالف لاتفاقهم على وحده الموقف في الزيادة والنقيصة في خصوص مبحث الصلاة لكن التفصيل بينهما بين الزيادة والنقيصة غير موجود في الصلاة إذ كل ما يبطل الصلاة بالإخلال به سهوا يبطل بزيادته يبطل الصلاة عمدا وسهوا ما يفرق إذن لا تفصيل بين العمد وبين السهو بين الزياده والنقيصه فاصاله البراءه الحاكمه بعدم الباس بالزياده اللي هو اختار المصنف اختار انه مع الزياده آه الاصل هو ان هذه الزياده غير مضره، الاصل ان المولى لم يشرع بطلان الصلاه، لم يشرع عدم اراده هذا الامر هذه معارضة بأصالة الاشتغال الحاكمة ببطلان العبادة بالنقص سهوا عندنا أصالة اشتغال أين بالنقيصة طبعا سهوا لأنه النقيصة عمدا واضح أنها مبطلة هذا تقدم في اليوم الأول في النقيصة سهوًا اخترنا انه أصالة اشتغال لأن الجزء الذي هو جزء حال الالتفات هو عينه جزء حال الغفلة ما ثبت عندنا خصوصية للالتفات وأن هذه الجزئية جزئية فقط حال الالتفات فنبني على الاشتغال عند النقيصة السهوية طيب وعندنا اتفاق على أن الحكم واحد على انه لا فرق بين مورد ومورد ففي مورد ثبتت قاعده الاشتغال اذا في المورد الاخر لابد ان تثبت قاعده الاشتغال ايضا مثال نحن نعلم ان لون الجدران في هذا المنزل واحد اللون هو واحد ما بتفصيل أنه المهندس البناء اختار لونا واحدا لكل الجدران هذا معلوم مسلم فإذا وجدنا لون جدار واحد وعرفنا أن باقي الجدران أيضا لونها مثل هذا اللون فنحن اتفقنا على أنه عند النقيصة السهوية الحكم هو الاشتغال في الزيادة العمدية حصل اختلاف لابد أن نقول أنه حكمها حكم الزيادة العمدية هو عين حكم النقيصة السهوية لأنه نعلم بأن الحكمة واحد ما عندنا قول بالتفصيل ولذا قال فأصالة البراءة الحاكمة بعدم البأس بالزيادة هذه معارضة بأصالة الاشتغال الحاكمة ببطلان معارضة بماذا؟ لماذا؟ بضميمة عدم القول بالفاصل، حيث نعلم ان المبنى عند الفقهاء واحد بالزيادة والنقيصة. عمدا وسهوا الحاكمة بأصالة الاشتغال الحاكمة ببطلان العبادة بالنقص سهوان هنا يلفت الى مبنى فان جوزنا الفصل في الحكم الظاهري الذي يقتضيه الاصول العمليه فيما لا فصل فيه من حيث الحكم الواقعي فيعمل بكل واحد من الاصلين والا فلازم ترجيح قاعده الاشتغال كما ذكر هناك مبحث في تعارض الادله وفي تعارض الاحكام وفي تعارض الاصول في الاحكام بما هي احكام؟ قالوا انه لا يعقل ان الله سبحانه وتعالى يشرع في, في الواقع يشرع حكمين متعارضين غير قابلين للاجتماع لا على مستوى التشريع ما يجتمعان على مستوى التشريع ولا على مستوى الامتثال فمثلا محال ان يشرع المولى حرمه شرب الخمر ويشرع وجوبه شرب الخمر يشرع وجوب الحج وحرمه الحج على مستوى التشريع متنافيان هذا محال وخلاف الحكمه وكذلك على مستوى الامتثال لا يعقل ان يشرع للعبد انه يجب عليك في يوم عرفه ان تقف الموقف في مكه وكذلك في نفس الوقت يجب عليك في هذا الوقت ان تكون في البلاد الفلانيه تؤدي العمل الفلاني في ان واحد في وقت واحد يكلفه بتكليفين غير قابلين للامتثال. من جهه نفسيهما ما بهن تعارض، يجب عليك الحج، يجب عليك زياره الامام الحسين عليه السلام في يوم في نفسهما ما متعارضين، ولكن من جهه الامتثال ما يمكن للمكلف ان يمتثل الحكمين المتزاحمين. كل منهما اذا وجد انتفى الاخر. هذا من جهه الاحكام. من جهه الادله إذا تعارضت الأدلة أيضا نحن نبني على أن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم هم نور واحد وقولهم قول واحد ومصدرهم هو مصدر واحد وبالتالي لا يعقل أن الإمام الصادق عليه السلام يبين شيئا يخالف ما قاله الامام الباقر الا في ظروف تقية في ظروف خاصه هذه مساله خاصه اما على نحو بيان الواقع فاذا تعارضت الادله ماذا نعمل؟ هذا ان شاء الله في الجزء الرابع التعادل والتراجيح لابد ان نقدم احدهما او يتساقطان يعني حجيتهم تسقط ما ممكن ان نقول كلاهما صدر عن المعصوم وهما مختلفان متباينان هذا من جهة الأدلة أيضا، كما أنه من جهة الأحكام، كذلك من جهة الأدلة. يبقى عندنا الأصول العملية اللي هي البراءة والاحتياط. هل يمكن أن يكون عندنا أصول نجري الأصول ونحن نعلم أن إجراءها يخالف الواقع؟ هل هذا ممكن أو غير ممكن؟ البعض يقول نعم ممكن، ماكو مانع. فنجري مثلا عندنا مسألة فيها إما حرمة وإما وجوب يدور أمرها فإحنا نجري البراءة عن الحرمة ونجري البراءة عن الوجوب مع أننا نعلم في الواقع أن هذا الأمر إما محرم وإما واجب في الواقع ولكن من جهة البراءة نجري البراءة عن الالزام بالحرمة ونجري البراءة عن الالزام بالوجوب. البعض قال هذا ممكن. ما دام لا يؤدي الى المخالفة القطعية من جهة العمل. احيانا هذا الامر يؤدي الى مخالفة قطعية من جهة العمل. فمثلا انا عندي عشر اواني. احدها نجس فانا اجري البراءه فيها جميعا وراح اشربها جميعا راح اقع بالمخالفه الواقعيه هذا ما مقبول وتقدم مرارا ولكن هذا الفعل يدور امره اما واجب واما محرم اما يلزم فعله واما يلزم تركه فهنا انا ما عندي مخالفه قطعيه وانا لو افعل له اترك فاجراء البراءه لا يوقعني في المخالفه القطعيه الكلام هنا في خصوص هذه النقطه اجراء البراءه لا يسوغ لي مخالفه الواقع لكن بالنتيجه أنا اما افعل واما اترك ففي هذا المورد الذي لا يؤدي فيه اجراء الاصول اجراء البراءه الى المخالفه القطعيه هل تجري الاصول المختلفه او لا تجري الاصول المختلفه يذكره هنا وايضا بعد صفحات ايضا سياتي هذا الامر ثم يطبق هذا الامر على ما نحن فيه نحن اذا علمنا ان الواقع واحد اما احتياط إما براءة بمعنى أنه إما يعيد أو لا يعيد يعني نتيجة الاحتياط نتيجة البراءة وليس البراءة والاحتياط تحدث عن الواقعيات يعني. الاحتياط والبراءة هي أصول هي مبنى ظاهري عند الانقطاع عن الواقع بالنتيجة الحكم واحد إن إما وجوب الإعادة وإما عدم وجوب الإعادة ولو من خلال عدم القول بالفصل طيب فنحن اذا اجرينا اصاله البراءه في الزياده واصاله الاشتغال في النقيصه السهويه فنحن سنعلم بان هذين الاصلين المختلفين نتيجتهما اللي هي الاصل البراءه يقول لا تعيد، اصل الاشتغال يقول اعد. هذا احدهما مخالف للحكم الواقعي. إذا قلنا بأنه لا مانع على مستوى الظاهر ما دام لا يؤدي إلى المخالفة القطعية بالنتيجة أنا لو أعيد لو ما أعيد وأنا لا أعلم أنه يجب عليه الإعادة أو لا أنا فقط أعلم أن الحكم واحد أنا ما أعلم ما هو الحكم لو كان عندي إجماع قطعي بحيث يؤدي إلى القطع بالحكم بعد ما أجري الأصول الأصول إنما هي عند الشك أن الإجماع ما قال لي أنه أجمع الفقهاء على الإعادة اجمع الفقهاء على عدم الاعاده، انا لو عندي اجماع بهذا الشكل تام الحجيه، أنا ان الاجماع حجه وتام الحجيه، هذا قطعي. يفترض ان تكون نتيجه الاجماع قطعيه، موجبه لليقين. فبعد الاصول لا تجري، هذا واضح. لكن احنا مفترضين انه الاجماع عندنا ان الحكم واحد، عدم القول بالفصل. اما هو وجوب الاعاده او عدم وجوب الاعاده، لا فرق بين الزياده والنقيصه. لا فرق بين السهو والعمد. فالاصول إذا فرقت قالت انه عند الزياده العمديه آه البراءه وعند النقيصه السهويه الاحتياط هنا نعلم بانه هذا التفصيل مخالف للحكم الواقع ولكن إذا ما ادى للمخالفه القطعيه فإذا قلنا آه انه يمكن جريانهما معا لا مانع من ذلك يمكن هنا نجري ان نبقى على مسألتنا وإذا قلنا لا هذه الأحكام لا يمكن أن تجري البراءة والاحتياط الاشتغال لا يمكن أن تجري ما دام أننا نعلم بأنها أحدها مخالف للواقع فنرجح جانب الاشتغال، لماذا نرجح جانب الاشتغال؟ باعتبار أن الاشتغال ثابت في مورد وباعتبار أن البراءة تحتاج الى انه لا يوجد بيان وهنا يوجد مقدار من البيان وهو في جانب النقيصه السهويه وكذلك البراءه هي امن من العقاب وهنا ليس عندنا امن من العقاب ما دام عندنا هذا الاحتمال موجود وهذا الاحتمال معتد به وله منشا صحيح فما عندي امن من العقاب البراءه مبناها القطع بعدم العقاب المولى محال ان يعاقب على الترك بينما هنا باعتبار انه عندي اشتغال في مورد النقيصه السهويه وعندي عدم قول بالفاصل فهل انا الان عندي يقين بعدم العقاب بالنسبه للزياده العمديه؟ لا ما عندي يقين يبقى عندي احتمال العقاب موجودا مطروحا غير قبيح وهذا المقدار يرفع البراءه فيثبت الاشتغال او تثبت قاعده الاشتغال. فان جوزنا الفصل في الحكم الظاهري الذي يقتضيه الاصول العمليه فيما لا فصل فيه من حيث الحكم الواقعي، نحن نعلم بان الحكم الواقعي واحد ولكن بالتطبيقات تاره نقول بالبراءه وتاره نقول بالاشتغال، اذا جوزنا ذلك فيعمل بكل واحد من الاصلين كل في مورده. وإن لم نجوز ذلك، قلنا أنه لا يمكن أن الأصول تخالف الواقع، فاللازم هو ترجيح قاعدة الاشتغال على البراءة كما لا يخفى، ما ذكر لماذا؟ ماذا؟ ترك هذا الأمر طبعاً لباب الصلاة، باعتبار أنه هنا ليس عندنا أمن من العقاب، قاعدة البراءة هي أمن قطعي من العقاب، وهنا بسبب وجود الاشتغال في مورد وعندنا قاعدة عدم القول بالفاصل وأنه لا يعقل أن تتكرر وتختلف الأصول بناء على عدم صحة اختلاف الأصول في الموارد مع كون الحكم الواقعي واحد هنا احتمال العقاب مطروحا موجودا وليس عندي تأمين قطعي فتجري قاعدة الاشتغال والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد